ببداية ركلة البداية راح تكون لصالح نادي كاظمة. إذا كل التوفيق لمن تلعب عرضية إلى سينوسي بيحط على المرمى، الله بالقائم، القائم يمنع هدف. حلوة، مرور داخل منطقة 18، حط الكرة على المرمى لصالح العربي، كرة ملعوبة، محاولة موجودة، علي غلب حط بيسارة، الله يبعدها علي، يبعدها علي شراغلي خارج الملعب. شوف شوف علي غلب، شوف عطى بيسارة قوية، نوسي يلعبها على المرمى لكن تبعد لخارج الملعب. ايضا كورنر، ايضا كورنر، ونشوف هذه اللعبة اللي كانت فيها مطالبة ان الكرة لصالح نادي كاظمة. السنوسي نادي كرة ملعوبة، هني بيحطها على المرمى، الله برافو علي شراغ، برافو علي شراغ الحقيقة بذل مجهود كبير في حراسة المرمى. سنوسي نادي يلعب كرة، محاولة بتمر خطرة لكن بعيدة، بعيدة. احمد الصالح بيحاول يحط كرة، محمد شوكان بيلعبها جهة اليسار الى عبد الله ظفيري، ظفيري بيغير فيها ناحية اليمين، حلوة الى عمر حبيتر، خطرة خطرة، الله سليمان عبد الغفور. اذا سليمان عبد الغفور مرمى النادي العربي من هجمة خطرة قادها اذا عمر حبيتر. وشوف المحاولة، سيطرة كانت حاضرة، تلعب محاولة عطاير، الله حلو احمد الصالح ثانية ايضا بحطها لكن هذه عطاير كظماوية. كرة ملعوبة، محاولة تلعب بالراس لكن تلعب طويلة لصالح نادي كاظمة. رونو بيحاول يتابعها لكن بتمر، ترجع مرة ثانية لصالح نادي كاظمة. هنري سيدريك جهة اليمين بيمر، حلوة بينطلق هنري بيلعب كرة عرضية، خطرة خطرة سيروسي لكن مرة ثانية عيسى بيحطها لكن علي شراق بيبعدها، محمد صفر على طول يتابعها لكن علي شراق أيضا يبعدها. برافو برافو، ترجع مرة ثانية، برافو لي شراق، برافو، حلوة حلوة اللعبة، خطرة خطرة لصالح العربي. محمد دفرح جهة اليسار لكن غلط، بلنتي بلنتي. وشوف هي البداية، شوف البداية، شوف البداية، وشوف علي شراغ محاولة لأخذ إذا القرار. إذا عبد الله جمالي راجع اللقطة وراح ياخذ قراره. عبد الله جمالي ركلة جزاء بالضغط العالي العرباوي بالتفوق، سنوسي بيحطها بجول، جول جول لصالح العربي، جول أول، جول العربي. شوف سنوسي و 1-0 وماشي امور العربي، ماشي الحمد لله، ماشي حلو، ماشي لقدام. شنو سر هالمستوى؟ سر هالمستوى طال عمرك ان المدرب جريء، احسن من المدربين اللي طابوا، جريء. الله الله الله، تنقيه اللاعبين حلو، بقولها اشكرها بالتلفزيون، ما يرد على اداره ولا احد يحط تشكيلته، تبونه تبونه، ما تبونه كيفكم. الله الله، كلام كبير هذا. اي نعم، راضي عن العربي الحين؟ اي على اللعب اللي لعبوه من اول شوط راضي، وانا واحد ما كنت احضر المباريات، الحين قاعد احضر على بس المستوى اللي قاعد يلعبونه. حلو، عاجبك؟ اي نعم، عاجبك. راضي الحمد لله لحد الحين. حلو، وين تروح؟ ثاني ثالث؟ لا حدك الرابع ان شاء الله، خامس نعمه؟ لا شوف، ابقى عرباوي، ابقى زعيم غصب على الكل، بعد غصب ماخذ الدوري من زمان، انا مو ماخذه، ابقى تاريخ. اوعدك موسم الجاي انا اول مره اطلع بلقاء لهذا الاشكال، اشباههم وايد يطلعون متكررين، انا اول مره اوعدك الموسم الجاي الدوري عرباوي رسمي، رسمي رسمي عرباوي، رسمي رسمي رسمي، لا قادسيه لا كويت لا فار، لا هم يحزنون، عرباوي. مقطوعة برونو لصالح نادي كاظمة، كمل فيها عبد الله الجزام، كرة عرضية بيلعبها، خطرة خطرة، الله
كالعادة. هل أحمد الصالح الآن كأن لمس ظفيري، عبد الله ظفيري بيرجعها، ترجع الكرة إلى فيفيان بالخطأ، متابعة خطرة، بلنتي بلنتي، عبد الله جمالي يحتسب أيضا خطأ، خطأ وخطأ صحيح وقرار سليم، جزاء لصالح العربي. شوف لعد، شوف سنوسي، وشوف التدخل من علي إشراق، ولعاقة موجودة لكن الخطأ في البداية. فيفيان وبلنتي حق العربي. اليوم أموركم طيبة ما شاء الله، لعبوا عدل اليوم ما شاء الله. على تاخذ ثار القسم الأول أكيد أكيد أكيد. جول ولا لا؟ جول شافي يطيح جول هي بعدين قربنا 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 نوصل عند الكبار. لا لا راح نوصل لهم والله، حق الأول والثاني نوصل لهم. هذا الزعيم، هذا الزعيم واللي قال راح تطيح اول موسم شو تقول؟ كان اللي طاح ما شغل فيه، بس انه عربي اللي قال لك انت راح تطيح. ها؟ اللي قالوا لك انت راح تطيح. لا ما راح تطيح، العربي العربي ما يضيع، الزعيم ما يضيع، يصعد فوق. الحطة الثانية تريس، جول جول لصالح العربي. دقيقة بعد نجوميته بركلة الجزاء. واثنين صفر وماشية معاك اليوم حلاوة زلاوة. مرقوق القسم الأول بعد ما شفت شيء. بعد أنا مو قايل لك إن إحنا قاعد نخلي الفريق يستوي، استوى استوى خلاص، استوى على نار هادية. الحين بعد ما راح تنسي، ما راح تلقى شيء اسمه القادسية ولا الكويت. الله الله انت تاحر الاول والثاني. الحين زماننا زمان العربي من اليوم رايح. بلش اللي قالوا لك راح تطيح اول موسم شو تقول له؟ قالوا لك انت راح تروح درجة ثانية. اقول لهم قريب قريب كلهم قريب خلاص. انسوا شيء اسمه قادسية كويت، بس الاخوان الزعيم من اليوم رايح استوى الفريق خلاص. نبي ناكل الحين، ناكل الكل، نبي ناكل واعي وبي. احنا انتم شبعتوا شبعتوا من الكلك، اكلتوا كل شيء، بس هاي الدور تغييرات اذا بدواعي فنيه اكيد لبوريس بونياك. كره ملعوبه خطره، سيدريك حط كره لكن بوريس بونياك على كوت فيفيان في هذه اللعبه. كره ملعوبه لصالح العربي، خطره خطره اللعبة عرضيه، خطره خطره لكن بتمر، قدم فيها لصالح العربي. هري داخل منطقه 18. هري شوف العاده العاده التدخل. وعبد الله جمالي اذا يعلن عن نهاية احداث المباراة في شوطها الاول. واليوم العربي انت جايني انا فرحان اليوم، انا فرحان عقب شنو؟ فرحان اخيرا انت فرحان بعد فوات جايك جايك عمي جايك، الصوت راح جايك. حلو اليوم اداء طيب، حلو الشباب طيبين، كلام سليم، البينيات وايد حلوين. نبي شوي نضغط، نبي شوي نضغط. شنو الهدف؟ انا ترى اثنين انا مو راضي فيها، بعد مو راضي فيها. اكيلك القسم الاول اربع فاتح لي المباراه كلها، بس الربع يبي لهم شوي تاكتيك. شو تقول حق اللي قال لك انت اول الموسم قالوا لك ها انت راح تطيح درجه ثانيه؟ قول لهم ان انت الحين شنو؟ الوعد قدام، بعد الوعد قدام جايينك جايينك، نهرول بعد نهرول، يعني مو نركض دعوم، نهرول على الراحه بركاده، بس بالعقل والعقل تقدر حق المباريات الجايه الكويت باذن الله. باذن الله ما في شيء صعب على العربي. هذا الزعيم والزعيم ظال ان شاء الله. يا ما وصل لكل من انضم معنا ليتابع احداث الشوط الثاني. كره ملعوبه لصالح العربي، سنوسي لادي داخل المنطقه 18 خطره لكن توبي لصالح نادي كظمة. عبد الله ظفيري، ظفيري بيمررها، كره بتمر، شوكان بيتر،
عدل شايد على المرمى الله علوه علوه عمر الحبيتر القائم مرت الكره كرة بالنص مقطوعة لصالح العربي عيسى يعقوبو سينو سيلادي واللعبة إلى هندي تقدم لكن في رأي رأي تسلل إذن قرار لعبد الله جمالي كرة ما فيها شيء بعد الرجوع إلى تغنية الفيار القرار موجود القرار موجود بعد الرجوع إلى تغنية الفار إذن هدف يحتسب هدف يحتسب شوف شوف البداية وشوف الحكم المساعد أعطى الإشارة لكن هنري سيدريك كمل الحقيقة اللعبة وكمل الهجمة وكان المفروض في هذه الوضعية أن يتأخر يعني لثواني المساعد الأول عن الغرار وثلاثة صفر والفار شنو مع العرب الفار مو مع العربي اعطاك جول الحق مع العربي اوكي جول بعد شو سوي اوكي اوكي وما انصفنا احنا مو الفار اللي انصفنا احنا مو الفار اللي انصفنا لا 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 نبهان احنا حقنا اللي انصفنا حلو سوالنا اللي انصفنا حلو العرب اليوم لا غبار عليه ولا كلام بعدين بعد لا غبار اقول لك شغله ايه انا اللي احدد الدوري ردينا لا بكيف الغاتسية ولا بكيف الكويت ترى والله ما يسوي شيء ما تحدد الدوري انت انا عندي لعبه بعد كم مركزك انت انا شلون انا اقول لك شغله قولي. انت جيت كلمتك صح انا من الاخير الحين راح اصعد الرابع الثالث وراح اصعد اقول لك شيء انا مو متخاذل شنو يعني مدفونه مدفونه انا مو متخاذل انا ما اتخاذل انا العب لعيبة رجال 11 لاعب بالملعب 11 رجل بالملعب لا تخاذلت وانا اللي احدد الدوري ومع السلامه يلا 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 صفر كرة بالطول شو كان بيلعبها علوه بيتر لكن تدخل الله غفور شوف اللي عنده شوف الحبيتر طالت منه وتابعها كرونو عمر الحبيتر كرة اللي صالح نادي كظمه حاولت تلعب متابعه المره عقيل هزيم على المرمى لكن 3-0 وشنو اليوم العربي اليوم شو زين العربي احسن من زين العربي طول عمره زين متى بالخساره بالفوز زين ما في احسن اول موسم انت من العاشر صرنا الخامس مستانس الفريق سواها انجاز اتحدى الكويت والغاتسيه يكون العاشر ويطلع الخامس ما يقدر عليها نبي الكويت مستانسين هالسنه خلهم مستانسين السنه الجايه جايينهم جايين بقوه يعني انت قادم اكيد بقوه نحن القادمون كلهم هم اللاحقون خلي ينطروننا بعد يشوفون شر ما يشوفون الدوري انت الحين قوي لا الدوري لا الكاس لا شيء ما يشوفون لا 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 سنيايه انتظروا العربي سنيايه انطروهم سنيايه راح تشوفون لعب غير راح تشوفون نادي غير صالح العربي جهة اليسار لكن مقطوعة برونو لصالح نادي كاظمة بيلعب كرة طويلة ناحية اليسار إلى عمر الحبيتر على طول أيضا بيلعبها ناحية بيحطها على المرمى لكن سهل عبد الله جمالي كرة ملعوبة لصالح العربي بدر طارق هذه خطرة
اتراع المرمى لكن قويه اخي للهزيم الى عبد الله الفهد. المحاوله لصالح نادي كاظم عمر الحبيتي اللي بيحط له كره لكن مرت. 3-0 واليوم متجفي ومرتاح. وينك من اول الموسم توك تصحصح؟ صح توك هذه صح. اول موسم بلشنا غلط يعني ما ادري شنو كان كانت في لويا وانت عارف يعني. الحين ما نبي ندش متى الحين نبي ندش متى الحين انت راضي؟ الحين طبعا راضي راضي ومستانس راضي ها حلو. اخر كم مباراه فايز وبعدين كاس الامير حلو كاس الامير طموح كاس الامير ان شاء الله ليش لا حلو. بس انا ودي اقول كلمه واحده بس حلو حق اللي زعلانين قبل اسبوع ايه. لا تزعل حلو منو هذول تزعل ها منو غيرهم بعد قادسية الملكي قادسية حلو شنو لا تزعل ليش انا اجيب لك الدوري لا 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 شلون انا اوقف الكويت اجيب لك الدوري انا مو نفسك ايه حط شيء على بالك انا اطمح اخذ مركز والعب برا ان شاء الله ان شاء الله انت تقدر تزعل شنو انت تقدر تزعل انا قايل لك من قبل والله تاكيد الكسب الا اذا الا اذا بس انا اقول لك لا تساوي يعني لا ترتبك لا تخاف لا تتوتر الدوري لك انا اقول لك اياها ضمانه من عندي ضمانه من عندي انا حلمان قبل يومين الدوري لك وان شاء الله راح نوقف الكويت ونعلمك احنا منو واحنا مو نفسك يعني احنا ما نجمع بس بعض الجمهور الغتساوي اللي تخاذل قبل كم سنه عرفت احنا مو نفسك حلو لا نبي نفوز ونحصل مركز ونهدي الدوري حق الغاتسيه وناخذ كاس الامير وكذي احنا ختمنا الموسم في امان الله في امان الكريم. ثلاثية عرباوية اليوم من زمان ما فزت هذا يا رجل زمان انا مستانس حدي والله ثلاثة مع الرأس يمكن رابع خامس ما راح تاخذ الدوري ما الدوري انت مو الاول انت مو الثاني شوف انا على قولتهم هم قالوا حددين بطل الدوري صح؟ انا طقيت كاظم الحين خالص 17 دقيقة شوط ثاني الكويت انت تقدر على الكويت؟ اقدر شلون؟ والله اقدر انت طاقينك بالدوري طاقينك كاس سمو شلون؟ فهمني قول لنا حج الحين الخلطه قاعد يعني شوي تشيل الخلطه رايح الكويت و خلاص اخليهم رب الكعبه يزعلون ايش؟ قول لهم انت قادم قول لهم ولك جايكم تضامن خلص منا من الامير اي حق الدوري واعورهم الله ثلاثة صفر على الراحة أقل شيء يسوونه بحقك اليوم العرب صح؟ وين كتلوني اليوم؟ اسمع أبو سعيد كتلوني اليوم وين؟ تدري مشكلتك شنو؟ أنا دائما أقول لك إذا مباراة فيها نادي كاظمة وأي خصم ضد نادي كاظمة جيب معك نظرة طبية لكن إن شاء الله المباراة الجاية أنا راح أجيب لك نظرة طبية حلو يعني أنت زين اليوم؟ خليهم يفرحون أنا ما أشوف أنا ما أشوف زين اليوم؟ أنت نظرك 6-6 ما شاء الله زين اليوم؟ أنا مو زين لكن خليهم يفرحون خلي يفرحون العربي الحين انتهت المباراة لا باقي 20 دقيقة راح تعادل شوف كاظمة ايه؟ إذا وقفت عند الإشارة أنت تطلع ورا ولا قدام؟ ايه؟ قدام قدام هذا كاظمة طالع ما طالع اللي ورانا اللي خسرت الحين راح تطلع حتى من الرابع راح تنخاف لا 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 أنا قاعد أقول لكم ما طالع ورانا أنا ما طالع ورا أنا ما طالع ورا طالع قدام يا أبو سعيد أنا رأي هذا مو مكره لا ما يصير شوف في 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 مثل يقول الكثرة تغلب الشجاعة أنا أقول لك الشجاعة راح تغلب الكثرة شوف الكثرة الموجودة هني أنا راح أغلبهم بروحي ما لا تدش تقول أبو سعيد أبو سعيد هذا السفير هذا كاظمة هذا كتالوني الكرة الكويتية حلو وكله مطقوق لا مو مطقوق كله خسران لا انت مشكلتك الطالع دائما الطالع كاظمة بشوط واحد هذا السفير يا أبو سعيد هذا السفير قول لهم يعني كاظمة يرجع يبقى انتم مستانسين باقي 25 دقيقة طالع فرحانين 25 دقيقة انا ما نطلع الهجمة 25 دقيقة باقي 20 دقيقة يا جماعة لا تفرحون هذا كاظمة يا حبيبي يا ابو سعيد اذا كاظمة تعادل ابو عثمان يزوجك الثالثة اذا كاظمة تعادل زوجك الثالثة خراب البيت على الهواء ما يصير We'll be right back.
3-0 اليوم. شنو اليوم؟ ما تصير من زمان طلعت ثارك الا شويه بس سعيد، باقينك القسم الاول كم اربع بس سعيد. بذكرك بشغله، سنه 2018 تقريبا او 19 حلوي 18 استغفر الله، قلت لك غير مجلس الاداره انا اكون منعش، تذكر ولا ما تذكره؟ حلو صحيح. انت منتعش من تذييل الدوري من الاخير للخامس، هذا انجاز حلو. هذا يبين لك ان اللي بالملعب ناس قاعد تركض، قاعد تروح وتأدي بروح عشان اسم النادي حلو. ما يتخاذلون على اساس واحد ياخذ الدوري ولا يصعد ولا حكام ولا غيره. ردينا حق اللي حرك. وبقول لك شغله صغيره، كما تدين تدان. شلون الكيكه صارت كيكتين؟ شلون بعد شلون عمي؟ غير لما احط لك صوره الحكم كيكه بعد شلون يعني؟ السنه من السنين لما انت سويتها وضحكت وصارت الافيه والترند هذا، انا اقول لك الحين كما تدين تدان. وانا ما اتخاذل، العربي من الخامس ان شاء الله باذن الله راح يصعد، يعني راح تقدر على الخامس. من الفرق الثانيه الكويت؟ من اقول لي بس اخر مره فايزل ابو سعيد الكويت شيل منهم الحكام، شيل منهم الاتحاد، يعني نهائي كاس كبير والله العظيم. والله وين فايزين علي بلنتيات والدوري فايز علي بلنتيات فاز علي بالدوري مو مشكله، فريقي ما كان متوام الحين القسم الاول. انا شوف انا واحد من طبعي، انا من طبعي اتكلم اللي قدام، ما اتكلم اللي طاف. انا اتكلم اللي قدام اللي جاي يا ويلكم. أكثر شوي، كلمة حيل قليلة عليهم. حلو والله، حيل قليلة عليهم. يعني أنا أقول لكم حطوا بالكم من العربي بيش. العربي راح يحدد منو بطل الدوري، وإن شاء الله راح نكون إحنا أبطال الدوري. من متى هذا؟ السنة الجاية كان تبيها السنة حاضرين ترى. وثلاثة صفر اليوم. وضعك شنو؟ مرتاح الحمد لله، نفسيا مرتاح. معنويا بدنيا زين. اوكي حلو. بعدين اخر شيء جيت اخر شيء. ايه الحمد لله على كل حال. حلو. العربي كان اي مركز، والحين اي مركز ما شاء الله. بعدين شو الفائدة؟ تحسنت مركزك، بعدين شو بتاخذ دوري مرات؟ نتقدم حق قدام ان شاء الله. الله حق الموسم الجاي. عندك طموح؟ اي عندي طموح، يعني فريق زين. وعندي كاس الامير بعد ان شاء الله، يعني تقدر على الفريق هذا ان شاء الله. حلو. إيه؟ واللي يقول لك انت اول موسم، اللي كانوا يقولوا لك راح تطيح درجه ثانيه، شو تقول لهم؟ لا قالوا لك اول موسم هذول مو صاحين اللي قالوا. لا اي مو صاحين. انت كنت مو زين. ما انت كنت الاخير. صح كنت مو زين صح. انا كنت الاخير بالقسم الاول. الحين صرت زين. الحين اي مركز؟ الحين اي خامس بس بعيد وين لو ان شاء الله. ما تهدر ان شاء الله كل شيء بكره القدم. قول لهم يعني العربي شنو راح يصير زين؟ راح يتطور. راح يتطور ان شاء الله. العرب ان شاء الله راح يتطور ان شاء الله بحيل الله. وثلاثة صفر وشنو؟ مرتاح. ان تصل متأخرا خيرا شنو؟ أن ما تصل. اي واحد صاحب مركز العاشر قالوا لك بتطيح درجة ثانية اليوم، شنو؟ أنا باخذ الثالث. أي درجة ثانية؟ شلون تاخذ؟ والله أخذ الثالث. يعني أنت راح توزع الكويت؟ فهمي. خلفه أنا محتاج أفهم. أنا قاعد أقول حق الكويت تعال ياي تعال ياي تعال ياي تعال ياي. على الكويت؟ إي. شلون؟ بطبخه. شلون؟ أنت باقينك مكسم وليلعة. وطاكينك بالدوري وبعد بتتكلم شلون؟ وراح اغلبها بالدوري. حلو ان شاء الله. انت راح تقدر عليه ان شاء الله. والله يعني انت شنو راح تحدد من يفوز بالدوري؟ لا انا اقول لك احنا راح ناخذ الثالث بالنهايه. حلو. وراح نوقف الكويت، راح نطقه وتعادل. يعني انت عندك خمس مباريات، الحين اربع مباريات كلهم بتوصل. لا تعادل واحد. تعادل واحد بس والباقي فوز. والله مع الكويت شنو التعادل؟ تعادل او فوز بس فزت علي مستحيل. شلون؟ والله مستحيل. انت متى اخر مره فايز على الكويت؟ والله مستحيل. حلو. قول لهم يعني انت العيد شنو؟ انسان جديد، فريق نيو، فريق الشباب. وتعال يا الكويت تعال ياي تعال ياي بعد ابيهم. انا العم ابو عبد الله طبعا مشجع العرباوي الكبير جواد القبقب. اليوم سانس اليوم طبعا ثالث. انا قدك اليوم ما فايز ثلاثه بس. شبي شوف انا بقول لك شيء، العربي يمرض ولا يموت ولا الله كلام جديد. والله العظيم انت المركز الخامس. المركز شو المرض؟ مرضك ما يطول. اقول المركز الخامس
ولا كل الفرق كلها مراكز حلو. ثاني وثاني. بس انت العربي مكانك فوق العربي انت ايش فرقك على القادسيه؟ هذا مو طموحي مركز بس انا الحين قاعد ينظمون فريق ان شاء الله وراح يسوي وشوف لعبنا والله احسن لعب يلعبون بالفرق والله ما لعبنا زين احسن من المتصدر احسن من الكويت اي وايد والله العظيم. ليش ما صرت الاول؟ ما دامن ليش ما صرت الاول؟ انا ما صرت الاول على اساس انه معروف من الاول انا عارف شلون عارف؟ الاول كلام كبير هذا لا شلون يعني صار الاول؟ الاول يعرفون الناس من الاول الكويت هو الاول عشان احسن منه الكويت فريق يعني فريق قوي وعنده محترفين زينين ولكن لعبنا احنا اليوم زين لعبنا مو زين بقول لكم شو تقول لهم اقول لهم اقول حق العربي ان شاء الله الله يوفقكم وسيروا على المسير والسنه الجايه واللي وراها تشوفون فريق احسن واحسن تشوفون العربي تالي مثل ما قال لكم الاخ عزيز عاشور قال لكم العربي ماشي ان شاء الله هو ماشي وجمهور ما يوقف ما يوقف ان شاء الله نبي شيء شي من الشيلات القديمه اليوم ثلاثه مستانس مكيف عطنا نبي شيء الشيلات القديمه يمتكتك الفوز لك لك وحدك من غيري هو يا الاخضر هي تكتك على تكوتك شفتوا الاخضر شفنا هذا لعبك كل الناس ويا جبتوا الكاس ويا هو العرباوي هي تكتك على تكوت وشيري يلا شيري يلا هي شيري يلا وشيري يلا هي واحده تك 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 هو